السلام عليكم. سلام. الاسم كريم. عزيزة. انت من السكنة ديال المحمدية. كنعيشوا الاجواء ديال الحملات الانتخابية. كيجيوك البرامج ديال الاحزاب؟ والبرامج هي البلاد باقا هي ما داروا معنا حتى شي حل. حنا باقا كنسكنوا في الشانطي ديما تيكذبوا علينا ما كاين والو. ديما يقولنا ترشحوا غادي نحيدوكم من الشانطي. اش من الشانطي؟ الشانطي الجموع. الشانطي الجموع. باقي لحد الان ما داروا معكم حتى شي حل. ما داروا معنا حتى شي حاجه مكرفصين فيه. ودائما كتصوتوا؟ ديما كنصوتوا. وفي هذه الانتخابات هذه غادي تصوتي؟ نصوت. غادي تصوتي؟ يعني قريتي البرنامج ديال الحزب ولقيتي انه غادي يحقق لكم المطلب ديالكم. اللي غادي اقتنعتي بدون ذكر الاسم. اللي قد دير معنا شي حاجه نصوتوا عليه، اللي ما قدش ما نصوتوش عليه. الكلمه اللي توجهها للساكنه بخصوص الانتخابات وبخصوص التصويت. الساكن خاصهم يديروا معنا شي حاجه باش التصويت ضروري في اخر المطاف. ضروري في اخر المطاف غتصوت. هو خاصهم هما يديروا معنا شي حاجه. شكرا. عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم. عبد الصمد بختار. الصفه. العمل تاعك. العمل تجاره. اليوم كنعيشوا الاجواء ديال الانتخابات التشريعيه اللي غادي تكون نهار 25 نوفمبر، الارتسامات ديالك على هذه الانتخابات هذه؟ كنتمنى من الله سبحانه وتعالى هاد الشباب باش يكون عندهم واحد الوجهيه اخرى على هاد الانتخابات ان شاء الله ديال هاد السنه المقبله. هاد السنه الحاليه. هاد السنه الحاليه من 2011 و 25 نوفمبر. واحد الحزب اللي غادي اللي صوت اللي غادي يدير فيه الثقه. يدير فيه الثقه راه باين الامر، يعني الانسان دابا راه الامور توضحت. طبعا كيمروا عندكم هنايا بزاف ديال الاحزاب وكيبداو يشرحوا لكم البرامج ديالهم. بدون ذكر الاسماء، لقيتي الحزب او لا تقتي في الحزب اللي غادي تصوت عليه نهار 25 نوفمبر؟ لحد الان انتم كتعرفوا هذه المساله، يعني شحال من حزب داز في هذه النقطه، ولحد الان المصداقيه ما بانتش. باذن الله غادي نصوتوا باش نبدلوا ان شاء الله واحد الفكره لهاد الناس اللي كيديروا هاد الامور في الاحزاب. السلام ورحمه الله. الاسم كريم. بلال عبد الكبير. الصفه ديالك؟ ابيع النبيع والربيع. هنايا في الجوطيه. الجوطيه. حنا دابا كنعيشوا الاطوار ديال الحمله الانتخابيه الشرعيه في 25 نوفمبر. ان شاء الله. كي جاتك الاجواء ديال الحمله الانتخابيه ديال الاحزاب؟ كلشي زين. كلشي مزيان. كلشي مزيان الحمد لله. بزاف ديال الاحزاب كيعطيوك البرامج ديالها كيبداو يشرحوا لكم، واش بدون ذكر الاسم ديال الحزب، واش لقيتي الحزب اللي غادي يلبي الحاجيات ديالكم؟ حنا غادي نمشي معنا نيجر، نمشيو مع نيجر. كي جاوك الحملات ديال الاحزاب؟ كلشي زين هاد الساعه الحمد لله. نبغيو نعرفوا واش نهار 25 نوفمبر واش غادي تصوت؟ غادي نصوت ان شاء الله. غادي تصوت؟ اي انا وفاميلتي وعائلتي. يعني العائله كامله غادي تصوت ان شاء الله؟ غادي تصوت ان شاء الله. كلمه الساكنه ديال المحمديه والجيران ديالك هنا في الجوطيه. اي الحمد لله كلشي غادي نصوتوا. كنشوف بان الطرفيه كتستدعي ان الانسان يعني يشارك في الانتخابات ويحاول يعبر على الراي ديالو. ونتمنى يعني المشاركه مهمه بزاف. المشاركه ضروري. كي جاتك الحمله الانتخابيه ديال هذا العام هذا؟ العام بالنسبه لي نهار يعني حمله انتخابيه بارده. 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 اييه. يعني كما كنقولوا باللغه ديالنا. شنو السبب نتاعها في نظرك؟ في نظري كيرجع لواحد الملل من طرف المواطن. اييه. ان المواطن يعني بكثره الحملات الماضيه يعني صابوا شويه ديال الملل. ولكن كنصح انا المواطن يعني كبيره صغير يشارك وما يصيبوش الملل وما يفقدش الامل. لا بد ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نتوصلوا للنتيجه الطيبه ان شاء الله. الخليه ديال الاحزاب اللي كيفرقوا عليكم الاوراق الاجهاريه ديالهم والبرامج ديالهم، كي كيجيوك البرامج ديالهم؟ يعني البرامج تقريبا متساويه. اذا الكلمه اللي توجهت للساكنه بخصوص التصويت؟ الساكنه كنقول لهم انا يتوجهوا للصناديق ويعبروا على النيه ديالهم الحسنه، ما يكون غير الخير ان شاء الله. لان احنا من الناس اللي حاضرين في الاستعمار. ايه. وناضلنا وباقيين كناضلوا. شكرا. وسميتو النضال هذا يعني الدفاع مشروع على النفس. شكرا. من الساكنه ديال المحمديه الصفه نتاعك؟ العمل نتاعك؟ كنت شفت مع تقصر كفر لابوراتوار تكنيك. الحمله الانتخابيه كي جات؟ الحمله الانتخابيه بالنسبه للوقت بانني ما نقدرش نقول زعما هاد الناس ما مزيانينش. الا قلنا هاد الناس ما مزيانينش ما يمكنش باش تقدموا. خاصنا نزيدوا لقدام. يعني ما خاصناش نفقدوا الامل. فوالا. يعني ميتنون خاصنا يكونوا بالتوس افيك لي فونتور، يكون ستان بروبر. وي. لي توس لي ماروك. يكون عندنا واحد الانفو دانتريكاسيون، واحد التشجيع للشباب الضائع والناس المجازين في القانون والناس الطلبه والناس اللي معينين ما عندهمش والناس التجار اللي خصهم تفقدوا الخلقه. وتكون عندنا المدينه المحمديه نقيه.
يعني هادو مشاكل والحلول ديالهم ملي كتشوف البرامج ديال الاحزاب بون لي تشوف البرامج ديالهم بون سي تان اكوا دانتريغاسيون سي سي لا مويان سي با بوكو مي ماتنون لا شونس كي دونس ما تقدرش تحرك ان بو دانتريغاسيون تقول لك اش خاصنا ولا اش خاصنا جو ني فيديغ با نهار 25 نوفمبر غتكون من الناس المصوتين معلوم غادي يكون الناس المتصوتين وطلب الله من هاد الاحزاب تصلح النفس ديالها كامله ما نقولش هذا خايب ولا هذا زين حنا قلنا الشعب كله زين والمواطنين كلهم زينين وخاصهم يتهلاو في المواطنين وفي الشباب واللي بغى يخدم اصلا يصلح الارض ديال المغرب الله يجعل ربي يصلحه شكرا اسم بدر الدين الصفه نتاعك الصفه ديالي بائع مشجع هنا في المحمديه مدينه المحمديه في المحمديه كي جاتك الحمله الانتخابيه ديال الاحزاب الوطنيه في المحمديه الحملة الانتخابية ظلت كما هي كما هي كما هي بمعنى بمعنى الاحزاب والوجوه لم تتغير ما تغيرش بقى نفس الوجوه القديمة وفي هاد الانتخابات هذه كاين احزاب جديدة كاين ربما وجوه جديدة باقي واش بان لك شي حزب اللي غادي يربي المطالب ديالك كتقرا البرامج ديالهم كيجيوك البرامج ديالهم البرامج ديالهم ربما لا تلبي طموحات الشعب المغربي لا تلبي فئات فقط فئات فقط اذا الحل في نظرك الحل هو انهم شنو يديروا الحل يعني كثرة الأحزاب كثرة الأحزاب هذيك عندها سلبيات على المجتمع المغربي أيه. يعني كل واحد كيجر في اتجاه ديالو عارف في البلاد شحال من حزب كاين يعني العدد الاحزاب ما ربنا كتجاوز 15 حزب كتجاوز 15 حزب الاحزاب اللي كتعرفهم انت في البلاد ديالك الاسماء ديال بين ديك الاسماء عارف الاحزاب القديمه معروفه الاستقلال بين ديك الاحزاب الاصاله والمعاصره نهار 25 نوفمبر غادي تكون من الناس المصوتين بكل صراحة بكل صراحة غادي تصوت ولا ما تصوتش؟ غنصوت غادي تصوت وكتشجع الناس انهم يصوتوا نهار 25 نوفمبر؟ لا هذاك الشيء كيعود ليا هما كل شخص كيعود ليا اش كيمثل اش كيمثل لك انك غادي تمشي تصوت؟ كيمثل ليا كي كتبان لك؟ كيمثل التغيير بغينا غير التغيير من هذا الشيء كامل هاد الانتخابات كامله بغينا التغيير ان المجتمع ديالنا يتبدل ويتطور ويزيد لقدام ما تبقاش هذه الرشوه ما تبقاش البطاله والشباب طموحات يلبيو الطموحات ديال الشباب شكرا بكل صراحه هناك تجديد يعني ما كانت هناك في الماضي كانت برامج كلاسيكيه محاربه السكن غير لائق النظافه هذه كيبان لي بان الاوقات اصبحت الان متجاوزه يعني هناك عصر جديد ما يسمى بالحكمه بالجهويه يعني هذه نقط جديده اللي اصبحت كنشوفها اليوم نقط جديده في برامج جميع الاحزاب نعم نعم سنعبر عن الصوت كما عبرنا عنه في استفتاء عن الدستور بنعم سنصوت يوم الجمعه 25 السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم كريم. مختار مني. الصفة العمل تاعك. موظف. موظف. اليوم كنعيشوا الحملة الانتخابية هذه الأيام الحملة الانتخابية ديال الأحزاب الوطنية بشأن البرلمان. كيف جاتك الحملة ديال الأحزاب؟ الحملة ديال الأحزاب مختلفة. إيه. كاين الأحزاب اللي كاين الحملة ديال الأحزاب مفسدة. إيه. اللي كيعطيو فلوس. إيه. وكاين الأحزاب اللي هي ديال الحملة ديالها نظيفة 100%. أنا كنطلب من المواطن باش ملي يدخل المعزل يصوت بالضمير ديالو ينسى فلوس الحملة وينسى يصوت على الأحزاب اللي عندها برنامج نظيف واللي عندها برنامج هادي شنو هو في نظرك الأسباب ديال هذا الفساد الانتخابي والارتشاء؟ هو الفقر هو الفقر هو الفقر والأمية ربما هو الأمية الفقر والأمية إذا في نظرك كاين شي حلول لهذه المسألة هذه؟ الحلول خاصها تجي من عند الشعب من عند الشعب من عند الشعب من عند المواطن المواطن هو اللي بيدو كل شيء كيف كتشوف الانتخابات ديال هذا العام هذا؟ الانتخابات البرلمانية السابقة الأولى غتكون شوية المشاركة غتكون شوية على حساب المواطنين غتكون شوية نهار 25 نوفمبر غتكون من الناس المصوتين؟ ضروري غتكون ضروري تصويت ضروري ضروري تصويت ضروري الكلمة اللي توجهت الساكنة والمواطنين بخصوص كنطلب من المواطنين باش يشاركوا بكثافة باش ينجحوا هاد المرحلة هذه لأن مرحلة جديدة وحسن الدستور جديد كنطلب من المواطنين باش يشاركوا في الانتخابات ديال 25 نوفمبر باش ينجحوا هذه المرحلة الانتظارات ديالك من اللي غادي يفوز في البرلمان بالمحمدية كنتمنى انه يفوز الاحزاب النظيفة والاحزاب اللي ماشي نظيفة ما نتمناها ما تجيب والو باش المواطن يعرف بان راه مرحلة جديدة وبان المرحلة الجديدة الدستور ديالنا راه صحيح
شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم؟ وشعيب شهيد. انت من الباع المتجول هنا في الجوطية؟ ياس. المدة وانت هنايا؟ المدة سيدي ديال شي 18 عام. 18 عام. وانا باقي كنقرا. باقي كتقرا. كنعيشوا هذه الايام الاجواء ديال الانتخابات التشريعية. كيجيوك البرامج ديال الاحزاب الوطنية؟ والبرامج اخويا متعددين. اش نقول لك؟ كاينين البرامج، كاينين احزاب بزاف، كاينين هذاك، كاينين احزاب اللي هما كيشكلوا الاغلبيه، كنبغوا باش نمشي، ولكن ما كتعرفش مع من، ما بقاش الثقه. على ذكر الاحزاب، الا بغيت نسولك نقول لك في البال ديالك بدون ذكر الاسماء، شحال ديال الاحزاب اللي كتعرف؟ هما راهم كثير اللي كنعرف انا. شحال؟ 4 5 3 1. كنت متبع يعني واحد برنامج في الاولى واقيلا كيجيبوا فيه الاحزاب، ولكن ما تبعتش كامل على ما بين اكثر من شي 30. لا انت في البال ديالك شحال من حزب كتعرف؟ كنعرف من خلال الاسماء واضحه. الاحزاب اللي عيمتلو الحكومه؟ لا، بدون ذكر الاسماء. تماما. كاينين احزاب كبار هما اللي كيبانوا، هما اللي كيبانوا لينا في الحكومه دي. يعني العدد ديالهم شحال تقريبا؟ تقريبا ما اللي كتعرف انت، اللي كتعرف انت. اللي كنعرف انا ما كاينين شي 10 ولا 12. شي 10 ولا 12. كيجيوك البرامج نتاعهم؟ واش مشابهه نفس البرامج؟ كاين اللي عنده البرامج مميز على الاخر؟ اللي كيبانوا لي انا الاغلبيه بانهم كيحاول يركز على كل شيء. ملي كتقرا البرنامج ديال هذاك كتلقى بانه كيشوف كيهضر بجميع ناحيه التجار، ناحيه هذه زعما هو. وعلى ذكر التجاره المتجوله، شنو الانتظارات ديالكم من البرلماني القادم بالمحمديه؟ البرلماني القادم بالمحمديه نتمنى انه يكون راجل كيعرف بانه مثقف وبلا ما نذكروش من حزب يعني في البال ديالك كاين وقيله؟ كاين اختيارات. انا كان دابا لابد ما تكونش نوتر، ما تكونش يعني نهار 25 نوفمبر غتكون من الناس المصوتين. ان شاء الله. كلمه اخيره اللي بغيت تقولها؟ اللي بغيت نقول انا هو بنادم يمشي ينتخب ضروري بنادم يمشي يدلي بالراي ديالو باش نشوفوا شنو بنادم اش كيقول. حيت ملي كتجي كدوي مع بنادم كيقول لك راه انا مشيت ما نمشيش ننتخب، راه ما يدير لي والو. لا سير انتخب على هذاك اللي بغيتي انت، اللي كيبان لك هذاك. يعني المقاطعه ما خدامش؟ لا، المقاطعه كيبان لي ماشي في لا حضاري.